الفريق المتقاعد عبد الله العلي ترأس الفريق متقاعد عبد الله العلي طوال خدمته في وزاره الداخليه الكثير من المناصب القياديه منها مديرا عاما لامن محافظه حول عام 2020 وفي عام 2019 كان مديرا عاما لامن محافظه الفروانيه وما بين عام 2016 الى 2019 كان مديرا لمكتب وكيل العمليات وفي عام 2013 تولى الفريق متقاعد عبد الله العلي مدير عام الاداره العامه في الدفاع المدني. وفي عام 2008 كان مديرا عاما لاداره العماله المنزليه. وعمل سابقا مساعدا لامين سر المجلس الاعلى للمرور. وكانت له عضويات كثيره كما شارك الفريق المتقاعد عبد الله العلي في الكثير من حملات وزاره الداخليه ابرزها عضوا في لجنه منطقه جليب للشيوخ وعضوا في لجنه قطع الكهرباء عن العزاب في المناطق السكنيه وعضو في لجنه حمايه الطفل الفريق المتقاعد عبد الله العلي مساء الخير مشاهدينا حلقه جديده مع برنامجنا الاسبوعي لقاء قيادي ضيفنا للحلقه الفريق متقاعد عبد الله العلي. ابو احمد ارحب فيك بحلقتنا الجديده وما شاء الله يعني مسيره حافله نسمع منك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم ارحب فيك ابو وراح وارحب باخواني المشاهدين ويشرفني انك تعمل معي لقاء أنت زميل كنت معاي بالعمل فهذا شرف لي إني إني أكون ضيف عندك إن شاء الله. نعم مرحلة التقاعد إحنا المعلومات اللي عندنا دشيت بحر أبو أحمد والله أنا من أول أحب البحر والحداق وأطلع بس لكن بعد التقاعد صار عندي فراغ فقمت أطلع وايد حداق والبحر أحب البحر. نعم بعد هالمسيرة هذه الحافلة الواحد يحتاج الراحة. يعني كلنا يعني امانه في عملنا الكل عطى والكل اخلص وصل لمراحل قصوى فعمليه الهوايه والتفت شويه النفسي الحين وقتها لان يمكن ابو احمد تدري انت الفتره الاخيره فتره الويك اند او العطلات الرسميه سواء الاعياد او الاعياد الوطنيه كلها مشغولين كل الشغل عندنا كل عطاء كل عمل الحين يبدا الواحد شوي يلتفت النفسه ودي تحدثني ابو احمد شلون دشيت المجال العسكري والله انا من من وانا صغير لي رغبه اني ادش الشرطه يعني من ايام اليوم كنا صغار بالفرجان نشوف الدوريات الشرطه والعساكر القبليين فكانوا لهم هيبه ونخاف منهم فمن صغري كنت احب الشرطه فخلصت الثانويه العامه وسهالات ودشيت الكليه الشرطه وتخرجت سنه 81 والحمد لله صرت ضابط الحمد لله الحمد لله بداية مسيرتك تعيينك وين كان؟ أنا تخرجت ب 81 تعينت أول مرة أول عمل لي ضابط مخفر الدسمة بعدها تدرجت رحت كذا مخافر كذا مديريات وكذا مخافر وبعدها انتقلت إلى صرت ضابط تحقيق إدارة العمل للتحقيقات وهم قعدت فيها تقريبا عشر سنوات من بعد الإدارة العامة للتحقيقات رحت الهجرة قبل يسمونها إدارة الهجرة الحين شؤون شؤون الإقامة مدير إدارة العمالة المنزلية وهم قعد فيها تقريبا أربع سنوات وبعدها انتقل صرت مساعد مدير عام الدفاع المدني وبعدها صرت مدير عام الدفاع المدني نعم قعدت اربع سنوات وانتقلت رحت مكتب الوكيل اللي هو جمال الصايق وبعدها صرت مدير امن الفروانيه ومن بعد مدير امن الفروانيه مدير امن حولي ولا تقاعد نعم مسيره حافله امانه الله ابو سلام. احمد الله احنا تكلمنا عن العماله المنزليه ودي ودي تذكر لنا وتتكلم عن المنصب اللي تقلدته هذا والله انا رشحني الله يذكره بالخير ونوجه له التحيه والسلام اللي هو كامل العوضي رشحني اني اني, أني استلم اداره العماله المنزليه كوني انا كن ضابط تحقيق ولي خبره بالمجال التحقيق ومواضيع موضوع العماله المنزليه. فاستلمت الاداره يعني الحمد لله توفجنا فيها وغيرنا قوانينها انا واللي وال... كامل العوضي وطورنا من الاداره هذه. شنو مثل يعني ابرز القوانين اللي اللي خلي يسمعها المشاهد اللي اللي طورتوها؟ والله من يعني من ضمنهم منع التعامل مع العامله المسترجعه. والكفاله كانت كفاله العامله قبل ست شهور سويناها ثلاث اشهر وفي امور كثيره والله انا ما اذكرها بس لكن امانه يعني كامل عوضي وكان وقتها وكيلنا الفريق مساعد المشعان كانوا دعموني دعم قوي بتطوير اداره العماله المنزليه لحين انتقلت منها رحت الدفاع المدني لا احنا نبي 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 نتم بهالمرحلة. ايه؟ عفوا ابو احمد تفضل شنو ابرز التحديات او المشاكل اللي واجهتها بالعماله المنزليه العماله المنزليه لما استلمتها انا بصراحه يعني دشينا ما نقول حرب بصراع قوي مع اصحاب العماله المنزليه اصحاب المكاتب المكاتب عفوا نعم. اصحاب المكاتب اصحاب المكاتب يعني خلينا نكون صريح وياك يعني المكاتب اللي قاعد تشتغل بالكويت صح تقريبا ما يتجاوزون عشر مكاتب أوف. نعم حكم معاشرتي والعمل وياهم ان العماله اللي تشتغل ضمير وبامانه اللي تقريبا تقريبا عشر مكاتب باقي المكاتب كلها وهميه تاجير طاولات يعني صاحب الرخصه ياجر له مكتب صغير وياجر طاوله هذه الجاليه والثاني جاليه فعلشان كذي تصير مشاكل مع كثره المشاكل مع الزبائن اصحاب اللي طالبين خدم عفوا اعمال المنزليه ف في الوزاره وزاره الداخليه شددت على المكاتب الوهميه والمكاتب اللي يتلاعبون فالاخوان بمباحث الاقامه شددوا التفقد على المكاتب هذه وخالفوا الكثير منهم وسكروا الكثير منهم. نعم. لما العماله هذه انتقلت الى وزاره الشؤون. نعم. من كلامك ابو احمد يمكن نوجه رساله حق عزيزي المشاهد ياخذون حذرهم فعلا يعني يعرفون ان كل المكاتب اللي موجوده لازم يروحون حق المكتب الصح حق العماله الصح. قبل لا يطحون بالمشاكل يمكن راح نتكلم عنها الحين شنو ابرز المشاكل اللي واجهتكم في العماله المنزليه العماله المنزليه المشاكل اللي اكثر احنا نعاني منها كنا نعاني منها وكنا نحاول نساعد في احنا طبعا العماله المنزليه عموما أسامة خلقت علشان قصدي عفوا تاسست على اساس مساعده العامله المنزليه مساعدتها من من اي وظيف لها عفوا ابو احمد نقطه وحفظ حقوق المواطنين هذه من الصوبين العامله المنزليه والمواطنين وهم بعد ما نصير يعني ضد المكاتب هم في اوقات ننصف صاحب المكتب اذا كان مظلوم او عليه شكوى كيديه فاحنا العماله المنزليه المكتب هذا نراعي الكل بالاضافه الى التعاون مع السفارات الدول اللي تجلب العماله المنزليه اكثر المشاكل اللي نواجهها بالعماله المنزليه اللي هي عدم اعطاء الرواتب للعامله المنزليه طيب. تقريبا يعني الـ هذا الشيء البارز يعني. هذا البارز شو إن اسمه إن, ان العامله ما يعطون شنو القضايا القضايا القريبه اللي حصلت يعني احد القضايا اللي اللي طبعا اتوقع انا قضايا وايد إيه؟ لان عدد العمالة المنزلية ما شاء الله عندنا بكثرة بالكويت كل واحدة من القضايا والله ابو اسامة انا بقول لك يعني انت الحين ذكرتني انا ما ابي اقول لك قضية بقول لك قضية شوي فيها طرافة وفيها غرابة شوي نعم. غريبة شوية. أنا يعني مواطن يشتكي يقول انا طلبت عاملة منزلية انثى مرة يعني واشتغلت معانا انا بالبيت وقعدت مع الاسره وقعدت مع الاطفال وقعدت اشهر يعني بعدها صاح صاحبه المنزل حست ان شوي في يعني في امور ان ان هذه الخادمه ما هي خادمه انثى شكت فيها ان يعني انها ريال بالاخير طلعت ريال نعم. فصارحتها وواجهتها وصارحتها في امور اهم النساء يعرفونها فصارحتها قالت ان انا اني انا ماني انثى انا ريال وبس خلقت كذي يعني وبالمدرسه انا ادرس مدارس مدارس بنات فهذا كان يعني موضوع شوي غريب فحضرنا العامل العامله اللي بالاساس اصلا ريال و... هذا كان دوركم الاساسي طبعا نعم فيه. نعم احنا دورنا الاساسي واحنا لازم نتضح الحقيقه حق صاحب المكتب مكتب وصاحب المشتكي مواطن جاي يعني يشتكي عندنا فلازم ننصفه فتبين بالاخير ان ريال واعترف بعد الفحص عليه ومن قبل الادله الجنائيه واعطينا تقرير حق الكفيل انه يبلغ المكتب اللي جلب العامله هذه او العامل فعلى طول تم ابعادها تسفيرها وجلب خادم خادم غير خادمه غير هذه. نعم. يعني آه هذه اللي شويه انه انه شوي كانت غريبه انه انه شلون يعني شلون مرت على الفحص وعلى يعني شلون انه ذكرتني في كلمه ابو احمد الفحص. يعني جت فتره عندنا كثر عمليه اللي هو العنف بالنسبه للعامل المنزليه توصل لمرحله حتى النحر بالنسبه لاحد افراد الاسره تايد بعض الفحوصات النفسيه ان تكون على عليهم يعني في بلدانهم او عندنا بالكويت هنا والله احنا مو مو بس نأيد احنا طالبنا يوم يوم كنا احنا بالعمالة المنزليه طالبنا واللو كامل العوضي ما قصر سوينا تقارير ان نلزم اصحاب المكاتب وننزل نلزم المكاتب الخارجيه ان العاملة المنزليه قبل الدش الكويت تكون يعني عاملين لها فحص اختبار نفسي وطبي ان تكون بعقلها يعني ما هي بس لكن مع الاسف ان في مكاتب تقوم تزوير الشهادات الطبيه هذه نعم آه هذا هذا دور يعني دور وزاره الصحه دور ادارات اخرى غير وزاره الداخليه بس احنا يعني نتمنى ان ان التشديد على شهادات الحسن سير والسلوك ممكن تكون العامله مجرمه عليها سوابق بالاضافه الى الحاله النفسيه ممكن تكون مو مريضه تتعاطى ولا يعني فيها مشكله فهذه هذه نعم. المشكله ممكن باي زعل باي ضغط نفسي تاثر على الاطفال مو بس الاطفال يعني انت لو 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 تبي تعد الحوادث اللي اللي عندنا صارت الفترة الاخيره كثرت وايد يعني الاقتراح اللي قاعد تتكلم عنه هذا هذا مهم جدا لان فعلا سلامه الاسره تهم الكل فلما تقول لي انت والله انا يبلي وحده واساسا ملفها الصحي سيء جدا شفت الحوادث اللي صارت ابو احمد الفتره الاخيره نعم سمعنا وصلت وصلت للنحر وصلت نعم للموت نعم صحيح كلامك ابو اسامه سمعنا جرائم كثيره يعني جرائم بشعه ما نبي نذكر التركيز على جنسية معينة في ناس قالوا أن هذه الجنسية لهم طقوس بالسنة الفلانية ولا باليوم الفلاني لازم يقومون بالقتل ولا بالذبح وهذا ف يعني انا يعني انصح بالمناسبه هذه ان قبل لا يجيب العامله المنزليه يتاكد حتى لو يجيبها يعتمد على الصور وعلى هذا لما يجيبها لازم يختبرها اختبار تام نعم الكفيل يعني نعم يتاكد من نعم. سلامه عقلها من تصرفاتها حركاتها اذا شافها اوكي ويعني هذا يستمر معاها اذا شك فيها ان تصرفها عدواني مع الاطفال يعني الحين ما شاء الله كل البيوت حاطين كاميرات يعني نعم بالبيوت. يراقبون يشوفون حركاتها وتصرفاتها هني على طول يرجعها لان مثل ما انت عارف في كفاله على العامله فيرجعها ياخذ غيرها نعم ويبلغ نعم عن المكتب ممكن المكتب يحطون عليه بلاك ليست يمنعونه على عمالته يمنعون الرديئه نعم ابو احمد رايحك شويه مشاهدينا فاصل وراجعين لكم مشاهدينا رجعنا لكم مع ضيفنا فريق متقاعد عبد الله العلي. عبد الله ابو احمد عفوا الدفاع المدني انا باخذ لمحه بسيطه عليه يعني اغلب دول الخليج بالنسبه للدفاع المدني تلقى الدفاع المدني مع المطافي. بالكويت عندنا الوضع مختلف دفاع مدني ومطافي، شنو السبب؟ والله ابو اسامه تفاجاتني بهالسؤال بصراحة كنا نحرج لما نروح مؤتمرات واجتماعات احنا الوحيدين بالكويت طاولتين كرسيين كرسي مدير عام الدفاع المدني وكرسي مدير عام قوه الاطفاء اما الاعضاء دول مجلس التعاون اللي يمثلون الدفاع المدني الاطفاء فهذا ما ادري يعني انا للحين ماني عارف بس ممكن يعني ممكن بالمستقبل يتحدون يسوون فريق عمل واحد يعني. الاتحاد شنو فيه؟ خلينا نقول اتحدوا عندنا واحنا بلد صغير، شنو 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 يصير؟ يعني قصدك طبعا صغير بالمساحه وكبير بافعال رجاله طبعا. قصدك يعني شنو دور الدفاع المدني؟ اي نعم. اي الدفاع المدني وهو مساعده الدفاع المدني يساعدون جميع الادارات وجميع القطاعات يعني على سبيل المثال اذا صار مثلا داخل مثل مثل الامطار الامطار الغزيره اللي صارت الدفاع المدني مع الياتهم مع القوه اللي موجوده يروحون بالطرقات مسكرة والشوارع المسكره ومضخاتهم يقوم بمساعده الاخوان بالاطفاء يقوم يقومون بمساعده الاشغال دورهم ايضا بمساعده اداره الانتخابات وقت الانتخابات مجلس الامه دائما تلقى قوه الدفاع المدني مع الاخوان المتطوعين انا اتوقع ابو احمد في لهم مشاركات خارجيه في احداث في 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 بعض المشاركات ولا لا؟ ولا بس مقتصره على الاطفاء فقط؟ لا المخ... المساعدات الخارجيه او المشاركات الخارجيه الاطفاء يعني على سبيل, سبيل المثال الزلزال اللي صار صار بتركيا الاخوان فرقه الاطفاء دزوا فرقه متدربه مع كلاب الاثر ومع فل... عندنا الدفاع المدني بالكويت لا ما في مشاركات خارجيه مؤتمرات دورات بس لكن فقط فقط ال لا فقط الاطفاء نعم خندش على محور شويه دسم والله عين المشاهد علينا شويه الجليب وما ادراك ما الجليب يمكن انا استلمت حقبه وانت استلمت حقبه وكل شكل الاخوان اللي قبل والقاده اللي استلموا تكلمني عن الجليب والله ابو اسامه من محاسن الصدف اني انا استلمت الفروانيه مكانك طاولتك نعم. وكرسيك ف الجليب هي ترى مشكله جليب الشيوخ مو بكل منطقه جليب الشيوخ يعني لا يعمون منطقه جليب الشيوخ كلها جليب الشيوخ فيها قطعتين بس قطعه ثلاثه وقطعه اثنين ويفصل بينهم شارع ابو القاسم اللي يؤدي الى المديريه والساد جابر نعم هالقطعتين هذيلة هم اللي اكثر المشاكل والبنيه التحتيه منهاره تماما وهم القطعتين اللي يتواجدون فيها العماله السائبه والعماله الهاربه والعماله اللي عليها قضايا اما باجي جليب الشيوخ ترى في مناطق في في قطعه ساكنين فيها كويتيين وفي قطع في قطع ثانيه ساكنين فيها مجمعات وفيها ناس شركات تشتغل صح نظيفه وفي يعني اماكن نظيفه بجليب الشيوخ فاحنا مشكله الجليب هالقطعتين هذيلا فابو سامة يعني انا اشتغلت قبل كورونا وشويه بدايه كورونا بجليب الشيوخ شكلنا مجلس الوزراء شكلوا لجنه لجنه يسمونها لجنه جليب الشيوخ برئاسه الله يذكره بالخير المهندس الاستاذ احمد المفوحي. بالاضافه الى قطاعات اخرى من من الوزارات اخرى بالدوله. مع على سبيل المثال البلديه، البيئه، الاشغال، التجاره، كذا قطاع اشتركنا وعملنا عمل وجه طيب بالمنطقه. مثل شنو ابو احمد؟ مثل شنو؟ انا اقول لك يعني يعني على سبيل شارع هذا ابو القاسم اللي الحين انت تروح تمر تلقى يمكن اربع باصات يمشون بشارع واحد مسكرين الشارع نعم وفوضى. هذا الشارع الله يذكره بالخير اللي هو جمال الصائق سكر هذا كان يعني هم كان معانا متعاون ويانا مع اللجنه. فسكرنا الشارع هذا شارع ابو القاسم طبعا احتجوا بعض الشركات الباصات اه غيرنا اتجاههم يتجهون من صوب استاد جابر ومن هذا خفت الزحمه تقريبا 100% والفوضى انتهت بالاضافه الى الاخوان بالبلديه والاخوان بالتجاره سكرنا كل المحلات اللي تشتغل بالباطن وبالغلط بدون رخص. ابو انا بكون معك صريح احنا قاعد نسكرها صح ولا لا؟ نعم ثاني يوم بطلها تصك لك شارع بالقاسم تصك البوابه مالت المحل سواء كان جراج او اي شيء نعم. بس مخالف نعم انت فاج ابو احمد وانت تدري بهالشيء هذا تلقى مبطل من الصوب الثاني كلامك كله صحيح بو اسامه الجليب يعني لو بتجيب سوبرمان بتجيب يعني يعني يعني, يعني عصابات تتكلم عن نظام يمثل عصابات بو, بو اسامة ما هي تجاره عاديه بو اسامه الجليب شيوخ لو بتجمع القوات الخاصه والجيش على فكره على طالق القوات الخاصه ابو احمد ترى صارت ايام الله يذكره بالخير الفريق مساعد الغوينم نعم. سووا حملات متتاليه مع القوات الخاصه كان هو كان هو بالامن العام صحيح ابو اسامه و... ان الجليب كثر ما تنظفها كثر انا حاكيك وزاره الداخليه يعني وزاره الداخليه كثر ما تشدد كثر ما هذا يرجعون مره ثانيه حتى لو تفضى يرجعون مره ثانيه ياجرون بها شنو شنو الحلول ابو احنا احنا قاعدين نبي نعرف شنو الحلول يعني انت استلمت الفروانيه انا استلمت الفروانيه غير استلم وفي ناس مستلمين لهم طبعا كل الشكر وانا ادري وزاره الداخليه قايمه بدورها في جميع القطاع القطاعات واكثر لكن انا انا وجهه نظري لا توقف خلها ضربات متتاليه على الجليب في حلول معينه عندك والله شوف يعني حتى قالوا انه يعني في في اقتراح وشغالين عليه انه انشاء مدن اسكانيه عماليه غير. عماليه عمالية إسكانية إنشاء المدن العمالية الإسكانية ما راح تحل المشكلة مشكلة الجليب 100% لأن أبو سام المدن العمالية من راح يسكن فيها يسكن فيها الشركات النظيفة اللي تشتغل صح تجيب عمالاتها تشغلها أنت بالجليب عندك القطعتين هذيلة العمالة اللي ساكنين فيها عمالة سائبة عمالة عليها قضايا وتغيب وهذا ما راح تسكن بمدن عمالية نموذجية وتشتغل بصح ومرتبة ممكن ممكن يبون هم عفوا يبون هم يبون شغل الجرام والفوضى والمخالفات وكل الاشياء غلط يسوونها نعم بالمنطقه انا انا عندي اقتراح راي شخصي ابو اسامه اقترح أنه ان صاحب الملك صاحب العقار هذا وينه؟ هذا ليش ما يتحاسب؟ سوينا شيء هذا ابو احمد؟ لازم يتحاسب ابو يعني انا اجيب صاحب العماره اول شيء العماره المبنى متهالك مبنى آيل للسقوط انت تدري الغرفه كم شخص فيها داخل؟ انا داري انا قاعد اقول لك ليش صاحب الملك ما اجيب احاسبه في جهه خالفه لازم ما في قانون نطلع قانون نعم ان انا حاسبه انت شنو هالمبنى تسكن لي 100 200 حل المشكله من الجذور من الجذور وايد واحده ما تصفق طبعا كل تكاتف طبعا ما تقصرها فقط وتحط اللوم على وزاره الداخليه طبعا وزاره الداخليه يعني مسويه واكثر مغافر موجوده داخل نقاط تفتيش قاعد تصير في فتره الليل ناهيك عن انت قاعد تشوف الضبطيات اللي قاعد تصير على مخالفين قانون الاقامه لكن قاعد نتكلم عن الجهات الاخرى ودورها أسامة المباني هذه صاحب الملك اصلا ما يدري عن الملك ماله ما يدري ما حق شخص وافد والوافد هو اللي مأجر المجموعه هذه انا لازم في ارجو من المسؤولين لازم في جهه حكوميه نادي صاحب الملك هذا تعال انت شلون مأجر هالكثر شلون البنيه البنيه البنيه, البنية اسامه المجاري المجاري ليش تسكر؟ المجاري انت لاحظ بلشته الجليب تطفح صيانه يعني. حش أه تكرم وصاخه في احد الاجتماعات وكان معنا الله يذكره بالخير الشيخ عبد العزيز الصباح بالاشغال مدير الأشقال مراقب فسالناه قعدنا بالاجتماع يعني قاعدين مسؤولين الاجتماع والفريق عصام النهام واحمد المنفوح كل والمكراج الاطفاء كلنا قاعدين قلنا له خن على الاقل نصلح البنيه التحتيه اللي بالجليد شنو اكتشفته ابو احمد شنو اكتشفته؟ هو يقول هو يقول احنا ما نقدر ان ننظف البنيه التحتيه لان الصرف الصحي كله يعني كله تالف لان صاحب الملك هو اساسا مسكر شنو فيه مثلا صرف صحي يعني مثل على سبيل المثال على كلام الشيخ عبد العزيز شغلهم هذا بعد اكيد هم ينظفون المجاري سنويا ينظفون المجاري يقول لقينا بطانيات مسكره داخل المجاري لقينا اجنه أجنة اطفال نعم. اطفال ميتين داخل المجاري يقطونهم بالحمامات سكر المجاري يفتحون يلقون اجنة نعم. ميته صور يقول احنا نحط المكاين السحب الماء المجاري يوم الثاني المكاين مبيوقه نعم يعني لدرجه مره الشيخ فيصل أه الشيخ فيصل وكيلنا كان وكيل مساعد نعم اقترح قال خلينا نحط كل فريج دوريا نثبت او كل منطقه اللي فيها باعم متجولين الخضار على قولتهم سوق الحراميه سوق خلنا نحط دوريات ما تقدر عليهم بو حمد. ما نقدر يعني ما حطينا تقدر. فتره زين لما متى الدوريه تبي توقف والدوريه تبي توقف وهذا شغلنا الامن العام تعرض ربعنا حتى للخطر طبعا العسكريه بخدمات إيه. إيه. زين ابو احمد عفوا خلنا نسمع خلنا نسمع منك شنو اغرب القصص اللي صارت في الجليد لان انا بدلو بدلوي معاك انا هم بقول لك بعض القصص اللي عندي والله ابو اسامه انا 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 بجلي بشوخ ما يعني قضايا المشروب والهذا والمخازن اللي فيها تتسكر ومصانع ومخبز ولا مطعم أنا أنا هذا شيء عادي بس جرائم شغلات الغريبه ما مرت علي مرت أنا عليك انا انا بقول لك شوف مصانع الخمور وانا اتمنى المشاهد يلاحظ النقطة هذه وبكل أسف وانتم كرامة الحمامات تستخدم في مصانع الخمور أغلب مصانع الخمور اللي داخل نلقاها بالشقق أو أو البيوت داخل الجليب تبدأ وانتم كرام في دورات المياه يمكن أبو أحمد أنت تتفق معي بالرأي هذا والله أبو أسامة هذه المصانع المشروب المحلي المحلي طبعا المحلي هذا اللي ريحته الله لا يوريك هذه حتى الحين انتشرت عندكم يمكن كنت انت مدير امن المهبولة نعم المهبولة كل مكان كل مكان وهم انا لما استلمت حولي بعمارات بحولي بهذا ف يعني انتشرت الظاهرة انا 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 بيني وبينك يمكن اوجه رسالة للمشاهد شنو سوى المشروب المحلي؟ سوى العمى، سوى الموت، سوى حالات احنا في قناع عنها، لكن ابو احمد خلينا نرجع لموضوع اخر شنو قصة المحكمة اللي كانت بالجليب شفتوها هناك اثناء عمليات التفتيش. والله شوف في في يعني في احنا تفاجانا ان ان احدى ال احدى الجولاتنا التفقديه والتفتيش على المناطق هذه لقينا صوت نسمع صوت. الصوت هذا مو ما نشوف احد موجود. قمنا نتتبع الصوت من غرفه لغرفه من غرفه لغرفه. داخل لغرفة داخل, داخل احد العمارات داخل احد المباني عندهم. لما لقينا باب مثل مسكر يعني مثل لوحه عليها شيء ما تشك انه في داخل مبنى ثاني ولا غرفه ثانيه فلما دشينا وطالعنا وتفقدنا من غرفه الى غرفه من داعوس الى داعوس لقينا يعني لقينا كانه داش بمحكمه انت غرفه خدم موجودين محجوزين ما عماله منزليه محجوزين مسكرين عليهم الباب القفل فيعني لدرجه انه يمارسون اتوقع يمكن حاطين حتى منصه وكرسي لقينا لقين كرسي لقينا كرسي لقينا طاوله وهذا طبعا بعدين احنا حولنا الموضوع حق المباحث نعم وحققوا المباحث مع المحبوسين العاملات اللي محبوسين تبين انه يبونهم يشغلونهم شغل دعاره ولقينا يحاسبونهم اتوقع اتوقع يحاكمونهم حتى حتى المحاكمه ممكن حاطينها بغرفه نظاره مسكرين عليها حاجزينها نعم. يعني هذه بس بس ابو احمد يمكن عند النقطه هذه ربعنا يعني ما هي مجامله وهذا واقع يعني اقيسها حتى على قيادات ما حد قاعد يوقف العمل مستمر يعني انت 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 لو تشوف الاخبار بشكل يومي والتواصل الاجتماعي بشكل يومي الحملات لا تتوقف والجليب بالذات نطالب من الكل انما يوقف لان مثل ما قلت الافعال المشينه اللي قاعد نسمع عنها والشغلات اللي قاعد تصير وتضر المجتمع وواجهه وبكل اسف مو حلوه لنا قدام المجتمع الدولي ربعنا ولله الحمد قادرين انه يوقفون بوجه العالم هذه، لكن ابي ابي تذكر لي حادثه اللي, اللي بالسياره اثناء التفتيش فتره الكورونا اللي كان نقطه تفتيش والظاهر بالدبه او شيء، تذكر لي هالحادثه هذه؟ هذه الحادثه اخذت صدى اعلامي في دوريه من دوريات مخفر خيطان يوم كنت انا مدير امن الفروانيه فراحوا وعملوا نقطه تفتيش السادس على مفرق خيطان فضباط اثنين ومعهم عسكري وزام الليل عملوا نقطه تفتيش فمر مرت عليهم سياره وفيها اربعه وافدين بدون ذكر الجنسيه فالشرطه تدري زام الليل يحبون يعني يسالون فاعتقد وقتها كان ابو اسامه قريب على العيد الوطني او بالعيد الوطني أحد من الضباط سال القائد المركبه قال له ما نشوف معاكم اعلام انتم مو محتفلين وكذي قاعد يعني قاعد قشمر قاعد يقول يعني نوع من الدعابه والمزحه فهو هو قاعد يقول لقيتهم مرتبكين يعني ما قاعد يضحكون يعني كان فيهم شيء اعتقد هذا دور دور فعلا نقطه التفتيش او المراقبه لما تكون في نقطه تفتيش يراقب كل شيء سياره ما شاء حركه الناس اللي موجوده ما شاء الله عليهم ابو اسامه ملازمين اوائل وبس ما شاء الله عليهم اذكياء وحسوا ان كان وضعهم مريب وفيهم الخوف والارتباك فهم قاعدين ياخذون مع العموم سمعوا صوت شخص يون بالسيارة يعني صوت ونه تحت أقدامهم فهني تأكدوا أن في شخص حاجزينة أو قامتينة تحت ريولهم دايسين عليه أو خاشينة تبين أن شخص مواطن مقطين وجهه ومقطين حلجة في يوم اكتشفوا هالشيء هذا الضباط ما شاء الله عليهم حاولوا ينحاشون فما ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه الضابط حذف نفسه داخل السياره نص جسمه بالسياره ونص جسمه برا خذ المفتاح السياره وقفل السياره فبالاخير تبين بعدين انه خاطفين المواطن واعتقد خذت صدى اعلامي وكتبوا عنها مده فكانوا ناوين انه يعملون جريمه بعد خطفه كانوا ناويين انه يعملون لجريمة جريمه ف يعني اتوقع كانت النيه قتله احتمال مم. احتمال انا ما ادري القضيه تحولت النيابه تفاصيلها ما ادري ابو اسامه بس انه كان وقتها مم. معالي وزير الداخليه خالد الجراح كافئهم وتم كنا كنا ترقوا وخذوا ترقيه ايه ايه عليها نعم خذوا استثناء الضباط الاثنين اخذوا ترقيه استثناء من مناجم اول الى نقيب والعسكري العسكري كان مسكين يعني كان داش دوره هو رغيب داش دوره رغيب اول فخذاها باردا من لا رجل. لا لا قال حق الوزير قال سيدي انا 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 يعني اوريدي اني انا بترقى داش دوره اني بصير هذا لا انا ابي اصير ترقيه اللي بعدها نعم رغيب أو رغيب ثاني او شيء او نعم. اي فقال للوزير قال للوزير خلاص اعتمد خلوه يدش الدوره ياخذ ترقيته بس يخلص الدوره ياخذ ال الاستثناء اللي شو اسمه نعم اللي يستحقه نعم. يعني يعني انصفه ويعني اعطاه حقه ما شاء الله يعني قيادات الداخليه او ربعنا فيهم البركه يعني دائما احنا نقول هم اللي ساهرين على راحه المواطن بكل وقت ريح شوية ومستمرين أعزائي المشاهدين معاكم نرجع لكم مشاهدينا رجعنا مع ضيفنا ابو احمد كمل لي عن بعض القضايا اللي صارت عندكم في حولي انا اتوقع في واحده من القضايا اللي فيها مخدرات او شيء تذكرها اللي والله ابو اسامه انت انت ليش قريب علي مدير امن ايه؟ وانا مدير امن البلاغات تسمعها الظاهر نعم المناسيه نعم والله يعني اي في كان يانا بلاغ ان في وحده متوفيه داخل سكنها ساكنه بروحها داخل السكن متوفيه صار لها تقريبا تقريبا اسبوع يعني هل هي كانت مريضه نفسيا او فيها شيء الله اعلم بس انه بعد انتقالي مكان الحادث مكان معاينه الجثه هذا منظر انا يعني شويه يعني شويه كان ياثر مؤثر انه هي توفت وعندها قطط صغار قطاوه صغار مربيتهم بالسكن عندها الظاهر ان القطاوه او القطط هذيل ما في اكل اكثر من اسبوع يمكن متوفية الله يرحمها فان من اليوم راحوا كلوا ويه المتوفيه الجثه فهذه من من المناظر اللي انا يعني تاثرت فيها فشوف يعني شلون تم اكتشافها ابو احمد؟ بلغنا الحارس حارس العماره قال لو دائما الحوادث هذه اغلب حراس الريحه الريحه اي إيه حراس العمارات الريحه يقول لك طلعت وكذا واتجهوا ربعنا شافت المباحث ويشوفون شاف اختفت مده ما قامت تبين وبعدين شم الريحه وبلغنا على طول واحنا على طول نبلغ الاخوان بالاطفاء اساس يكسرون الباب وشفنا حاله الوفاه وشفنا المنظر المؤلم بصراحه ابو أه احمد يعني احنا كرجال امن وايد نواجه موضوع جديه البلاغ غير جديه البلاغ يعني احنا دائما دائما لنا الجديه ودي ودي اتكلم عن هالموضوع لان اغلب المواطنين يتوقع ان بعض البلاغات ما حد يسمعها والله على طاري موضوع الجديه البلاغ لازم يعني جرني جرني سؤال هذا ان موضوع جدية البلاغ لازم تاخذ الامر بحقيقه يعني لا تستهين فيه. يعني احدى المرات بلغني رئيس مخفر مخفر من المخافر حولي قال لي سيدي ترى يانا يعني شخص شاب صغير وبلغ ان عنده حاله وفاه داخل الشقه ومده المتوفيه تقريبا اربع سنوات ومكتمين الاسره مكتمين على الجثه هذه معاهم بالبيت تصور بوسامة عشر سنوات أوف. فانا يعني كان بالبدايه رئيس المغفر هل يعني هل هذا يعني شيء معقول او مو, مو معقول مو معقول او شيء او يمكن هذا مو صاحي او شيء يعني قاعد بالكلام قلت له اخذ الامور جدي وطلعوا معه طلعوا معه انا طالع لكم انا ايكم الحين فراحوا المنطقه وراحوا عاينوا وخذوا الولد راحوا انصدمنا ابو اسامه انه فعلا يعني معنا يعني معنا شقه يعني مو سكن عود تخيل المتوفيه الله يرحمها بالغرفه الله يرحمها اي بالغرفه صار لها عشر سنين كتمين على هالموضوع ومسكرين عليها الغرفه وميته لا مبلغين عنها ولا شيء وهي تصير لهم يعني من يعني منهم وفيهم فهذا الموضوع شويه يعني الموضوع يعني احمد نعم عشر سنوات مع جثه بغض يعني بغض النظر عن ظروف الحادثه انا اتوقع القضاء خدم مجرى في في هالقضيه ولله الحمد احنا في بلد في قضاء عادل قضايا الغرق يعني انا يمكن اقيسه على مديريه الاحمدي في السابق اللي هو بالذات في منطقه الخيران او الشواطئ الساحليه. موضوع عدم عدم الاهتمام من العامله المنزليه او الشخص اللي اللي موجود بالذات في الاطفال كانت تصير عندنا حالات غرق بالهبل. والاعلام الامني دائما ينصح ويتكلم ونشكر اللواء توحيد الكندري في 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 برنامجهم قاعد يوصلون رسائل حق الكل. بالرغم من هذا نلقى حوادث ومشاكل، انا اتوقع واحده من الحوادث صارت عندكم في في حولي. والله أبو اسامه. شاطئ الجفا اتوقع بالتحديد. إيه, إيه؟, 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 إيه؟ نعم راح اشرح لك انا على موضوع هو عموما بالصيف لازم تجينا حالات غرق. المشكله أبو اسامه الـ الـ الناس اللي تروح مرتادين البحر على ابو صيف وحر يروحون يتسبحون. المشكله يشوفون البحر هذا انا حداق ايه راح بعدين على الحكي هذا يشوفون البحر صا الماي صافي زين ما يدرون ان في لازم اللي يتسبح لازم يعرف وقت الماية اذا كانت في تيارات مائيه تحت ما يشوفها بالعين المجرده احنا نسميها الحداق او الكويتيين يسمونها المايه المايه حاميه المايه جاره شو يصير انت تشوف الماي صافي فجأة إذا أنت ما تعرف تتسبح أو قاعد تتسبح فجأة تشوف أن الماء يسحبك من داخل من تحت وأنت بدون لا تحس تجرك أتوقع ما تش... هذا اللي صار حق اللي الله يرحمهم الأطفال والله أنا الارضة. بلغوني الصبح مبكر بالإجازة قالوا لي تعال في حالة قرق بشاطئ جفا في هذا المنظر والله ما أنساه اسامه يعني منظر وايد وايد كان منظر مؤلم فرحت عاينت ولا يعني اطفال الله يرحمهم الله يرحمهم ثلاثه والله يعين امهم وابوهم الله يعينهم اطفال ثلاثه اخوان الله يرحمهم برحمته الام طل... الام اخذتهم على اساس عطله وعلى اساس وقتها تعتقد صادف صاد يوم الجمعه إنه يعني دائما ياخذون اطفالهم الفير تقريبا او الصبح قبل تطلع الشمس لا تصير الشمس حاره فظاهر سهرانين الاطفال اجازه عطله ما اخذتهم البحر صب شاطئ جفه وسبحان الله ثلاثتهم غرقوا وثلاثتهم ماتوا بنفس اللحظه. الله يرحمهم برحمة الله يرحمهم يرحم يرحم هذا المنظر اليوم بعد ما يو خفر السواحل وفرقه فرقة الانقاذ الاطفاء يوم انتشلوهم وطلعوهم يعني الله يرحمهم يعني الله يرحمهم فهذه نصيحه حق كل ام وولي امر ان لما يودون اطفالهم البحر سواء حتى يوم كان عندك بالخيران يوم كنت بالاحمدي نعم وايد قضايا صارت بالخيران فيديرون بالهم على ابنائهم بالوقت السباحه عينهم عليهم لا يعتمدون على العماله المنزليه نعم لان مثل ما قلت ان فجاه الماية عادية فجأة يصير مثل ما تقول العمق بالبحر نعم آه المكان يمكن ما كان مدفون فيه رمل عمق يصير والماية يجرهم ويتوفون ويروحون نعم انا انا برجع معاك شويه على قصه صارت صارت عندنا نرجع شويه على موضوع المخدرات انا اذكر احد القضايا اللي عندنا في في الاحمدي احد المناطق يانا بلاق عن مزرعه خشخاش له نوع من انواع المخدرات في احد المنازل طبعا بلغنا احنا المباحث واشكر امانه العميد محمد قبز غرد من الناس اللي تعاونوا معنا وكان عندي قائد المنطقه العميد العتل قنيم العتل فشكلنا فريق طبعا طلعوا المجموعه وشافوا وعاينوا انت ما تقدر تحكم الا لما تاخذ العينه توديها الى المعمل الجنائي. ف صارت الكبسه خذينا خذينا الاذن بلغت وكيل المساعد بلغوا وكيلهم دشوا طبعا وقبضوا على الناس اللي موجودين داخل وهم طبعا عماله عماله اسيويه وتم ثاني يوم فعلا طلع له مخدر انا انا قصتي هذه القصد منها يا جماعه لا تهمل داخل البيت كل شيء انتبه له شيء حسيت انه غريب ترى الكل الكل يعطيك معلومه رجال الامن اسال جارك يعطيك معلومه لا تخلي شيء على طول مهدود هدد بالطريقه هذه النتيجه هذه ايش راح تسوي لك؟ هم ياخذون راح ياخذون عقابهم بس راح يجرونك بالموضوع الموضوع صراحة. انت مساهم انت معاهم انت اكيد كذا فما تسوى عليك في امور وتكون واضحه لك انا اشوف شنو حطيته شنو زرعته ما يمنع لان بالنهايه هذا محصول حق البيت. صحيح. فهذه هذه رساله اوجهها حق الكل. انتبه من العماله المنزليه اللي عندك بكافه مسمياتها. ابو احمد أ... انا ودي ودي اتكلم عن بعد التقاعد شنو هواياتك الحين؟ شنو صارت الهوايه الاساسيه عندك انت؟ ممكن تكلمنا في بدايه الحلقه عن الحداق. بتعمق أ... معك شويه الحين بالموضوع. والله أسامة يعني احنا بعد اللي جا بعد التقاعد خلاص الواحد يريح مخه <applause> شوف الصوره الصوره يمكن يمكن تبين حكايه <applause> اي شوفها ايه, ايه, ايه وانت تتكلم ابيك تسترسل وتقول لي انواع السمك اللي متوفره عندنا واللي تحبها انت ايه؟ والله شوف الحداق يحبون يحبون صيد السبيطي سمكه السبيطي والشعم نعم والله خسرت خبره ابو احمد وين <applause> <applause> صرت خبره؟ لا ما شاء الله من زمان انا اطلع أيه؟ البحر يعني من زمان بعدين هذه هوايه يعني بالعكس لما تطلع البحر تنسى في اماكن معينه تروح لها بالبحر ومشهوره في موضوع مكان الحداق؟ والله شوف هو هو احسن مكان الصيد الصيد اللي متوفر هو بالجون الكويت طبعا نزل حظر ومنع بس بعدها في تصريح تاخذ تصريح عن طريق الثروه السمكيه وهذا البيئه في موقع تدش فيه وتاخذ اذن وتدفع رسوم خمس دنانير وهني مصرح لك انك تدش داخل الجون تحدي. انا انا سمعت الفتره الاخيره كأن جسر جابر او شيء حوالي كله حوالي هذا الممنوع الجون ايه. يسم الجون هذا كله من صوب الـ الـ تقريبا من عند الابراج شويه وانت نازل يسار على على الجسر على الحيشان على الدفان على رشدان هذه المناطق هذه ما تعرفها انت إيه لا انا ما انا انا ما عندي ذيك الخبره انا بسمع منك انا يعني أيه. انا كنت اقعد معاك باجتماعات دوريات وتوزيعات الحين أيه. قاعد تفاجئ بموضوع حداق واماكن صيد والله ابو اسامه الحين صيف حر ما ما نقدر نطلع فيه. ان شاء الله شهر 10 الجو يصير تطلع برا برا الكويت تروح اسمع دائما عمان عمان يروحون والله ما, ما والله ما هو الصيد حلو بعمان بعمان صيد حلو بس بعمان يعني كأنك قاعد ببركه وقاط سمك تحت <applause> يعني ما فيها شطاره هاليا. ما فيها شطاره قط خيطك وسحب والسمك نعم. اللي صيده شو تسوي فيه؟ نعم لا تبيعه يا ما او الثلجه تاخذ وياك الكويت نعم آه صيد حلو عندهم بحر حلو محيط حلو سمكه متوفره ف بس مع يعني ما ما استانس مثل ما اكون انا داخل الكويت نعم احدك داخل الكويت صدق انه الصيد قليل والسمك مو مثل اول طبعا من من الكرافات من اللي يقطون عديد من المخالفين هذيلا فالله الله يسامحهم الله لا يسامحهم ما خلوا والله نعم, نعم بس الحمد لله هوايتي المفضله الحداق واسافر وخلاص احنا الحين بعد صرنا حياه مدنيه يعني نعم العسكريه نعم يعني كانت لنا بس كافي اعتقد كفينا محطه حلوه كفينا ووفينا طبعا طبعا والكل طلع ولله الحمد في كرامته وفي عزته والشكر يكون موصول امانه لوزاره الداخليه في كافه اقطابها ما قصروا أه معانا أه الجماعه أه. وكفينا ووفينا يمكن 40 سنه ابو احمد اي الحمد لله وعيالنا يعني يكملون المسير يشعر. اي عسى الله يخليهم طبعًا. وان شاء الله ويحفظهم ابو احمد في عندك كلمه اخيره ودك تقولها أه يعني احنا قطينا موضوع العماله المنزليه شلون يعني الـ 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 في شكر معين بتوجه حق احد؟ المواطن يدير باله بالنسبه حق الشكر موصول حق كل القيادات انا اللي اشتغلت معها انا بالمناسبه هذه قيادات اشتغل معها بدون ذكر اسماء اخاف انسى اسم يزعلون. امانه الحمد لله في تدربت ودرست تحت ايديهم تعلمتهم، انا اشكر القيادات السابقه اللي موجوده بالداخليه وحتى الحاضره اللي موجوده وجميع الوزراء اللي يو الداخلية الحمد لله كلهم الحمد لله ما شفنا منهم الا كل خير. نتشكر منك ابو احمد ونتمنى ان شاء الله لك حياه سعيده في في التقاعد عزيزي المشاهد نلتقي معاكم الاسبوع القادم وحلقه جديده وضيف جديد مع السلامه.